بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول أول درس من دروس المقاطع المعدنية. طبعا المقاطع المعدنية لو هنتكلم في مميزاتها وفوائدها والكلام ده كله، طبعا بالمختصر يعني بتستخدم في بناء الكباري وبعض الحاجات التانية. إحنا اللي يهمنا كذا حاجة في المقاطع المعدنية، لو فهمتهم بالنسبة لك المقاطع المعدنية هيبقى أمرها سهل جدا ويعتبر من الأجزاء البسيطة خالص. أول حاجة في المقاطع المعدنية إنك تعرف الأشكال كلها وتعرف ازاي تقرا البعد من عليه، ودي اهم حاجه عندك. تاني حاجه تعرف مسقط كل شكل بحيث انك تقدر تتخيله وتقدر ترسم الرسمه كلها بكل بساطه. يبقى انت لازم تعرف كل الاشكال اللي عندك كلها تبقى ملم بيها. تاني حاجه تعرف ازاي تقرا الابعاد من عليها. تالت حاجه تعرف ازاي تسقط تعمل مساقط بتاع الشكل ده. فاحنا عندنا كذا شكل اهوت، لو عرفتهم خلاص الموضوع هيبقى بسيط، وهتلاحظ ان في اشكال متكرره فالموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل. نبدا باول شكل. اول شكل عندي اللي هو البريت. البليد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء له سمك بطول معين. احنا في المقاطع المعدنية بقى الأطوال المعينة دي متبقاش معطاة، فاللي بيدينا ايه؟ جزء المقطع بس، عشان كده مسميها مقاطع معدنية. بيدينا أبعاد المقطع بس، إنما الطول ده احنا مالناش علاقة بيه، احنا بنعمله بناء على الرسم زي ما هنشوف بعد كده. فليكن عندي البليد، البليد ده عبارة عن ايه؟ هيبقى له طول وعرض في السمك. فبالتالي لما يجي يديك بعد البليد هيكتب لك ايه؟ بي ال اي في دي. مين الايه هنا؟ الايه هتلاقيه هنا العرض. مين التي اللي هو السمك، فبالتالي لما اجي ابص على البليت من الناحيه دي اشوف ادي البليت، لما اجي ابص عليه من الجنب من الناحيه دي اشوفه مستطيل برضه، لكن نهايه البليت لما تيجي تبص على هنا الحته دي كانت مقطوعه، فبالتالي بعمل فيه ايه؟ بعمل فيها خط زي ده كده، عباره عن ايه؟ خط وشرطتين وخط وشرطتين بيدل لي ان الجزء ده مقطوع. طب لو بصيت من فوق اشوفه مستطيل، لكن الحته اللي فوق دي مقطوع، فبالتالي برضه اعمل فيها خط وشرطتين، ولو هي واسعه اعمل خط وشرطتين واكمل كده. يعني كده دلوقتي عرفت البليت ازاي اقرا شكله عامل ازاي، اقرا البعد عليه ازاي، مسطته عامل ازاي. نخش على البارت اللي بعده، حرف ال. حرف ال ده تركز معاه شويه. حرف ال ده زي ما احنا قلنا اللي يهمنا مقطع ال، انما الطول ده مالناش علاقه بيه. بيجي لك كتابه الابعاد بتاعته بطريقتين. ايه هي؟ اول طريقه انه بيديك يقول لك الاي في البي في التي. نثبت بقى شويه حاجات هنا. البليت ده حاجه لوحده كده، وبقيه الاشكال دي حاجه ثانيه. في ايه؟ ان الاي ده هو البعد الرأسي. طب واحد يقول لي طب ما الايه هنا كان بعد الافق، ما انا بقول لك اهو، بقول لك البليت ده رايت بوردر لوحدها وباقي الاشكال لوحدها. الايه ده هتلاقي البعد الرأسي. البي هتلاقي البعد الافق. مين التي اللي هو سمك، سمك مين؟ سمك الحرف ال ده او ده. فلما اديك تي واحده بس يبقى ال سمكه متساوي. طب لو اداك قال لك ال بتساوي الاي في البي على التي واحد في التي اثنين، احنا اتفقنا ان الاي هو البعد الرأسي، البي هو البعد الافق. التي واحد بقى سمك الجزء الرأسي اللي هو ده، ده سمك تي واحد، وكذلك التي اثنين اللي هي تحت البي سمك الجزء الأفقي. يبقى ثبت الموضوع ده، الاي هتلاقيه البعد الرأسي، البي هتلاقيه البعد الأفقي. تي واحد سمك الجزء الرأسي، تي اثنين سمك الجزء الأفقي. يبقى احنا عرفنا ال ازاي نعمل نقرا الأبعاد بتاعته، نبص على المساقط بتاعته. لما تيجي تبص عليه من هنا شوف حرف ال اهو، لما تيجي تبص عليه من الجنب من هنا هتشوف الجزء اللي تحت بتاع الحرف ال اهو، وهتشوف الجزء اللي ورا. والحته دي طبعا مقطوعه طبعا خط وشرطتين، خط وشرطتين مش نقطتين، خط وشرطتين. ده بالنسبه للجزء ده. طب لما اجي ابص عليه من فوق اشوف ايه؟ اشوف هذا الحته دي اهي، وبقيه الجسم اهو. طبعا الجزء ده مقطوع خط وشرطتين، وده مقطوع خط وشرطتين. ده بالنسبه لحرف ال. نيجي ندخل على الجزء اللي بعده، ده من اهم الاجزاء. اشمعنى؟ لانه متفرع منه كذا جزء، هتلاحظ ان الاجزاء دي كلها شبيهه ببعضها. اللي هو حرف الار. نيجي نخش على حرف الاي. حرف الاي زي ما قلنا اهو، هتلاقيه مديك بورد كاتب لك اي، يبقى ده الاي سيكشن بتاعه عباره عن ايه؟ الاي في البي على التي واحد في التي اثنين. اتفقنا ان الاي هو البعد الراسي، يبقى الاي هو البعد الراسي من الاول لحد الاخر، مش الحته دي بس، لا من الاول لحد الاخر. البي هو البورد الافقي، التي واحد هو سمك الجزء الراسي. هي الاي دي عباره عن ايه اصلا؟ فلانشه فوق وفلانشه تحت، وفي النص البليد ده. فبالتالي التي واحد ده سمك الجزء الرأسي زي ما قلنا حالا في حرف ال، والتي اتنين هو سمك الجزء الأفقي. يبقى ده بكل بساطة الأي. تعالى بقى بص على المساقط بتاعته. لما أجي أدخل كده أشوف حرف الأي أهو، لما أجي أبص هنا أشوف الجزء ده والجزء ده أهو، وطبعا من يمين ومن الشمال مقطوع طبعا خط وشرطتين، خط وشرطتين. ده بالنسبة لحرف ال. هتيجي لمسقط الأفق بتاعه، لما أجي أبص من فوق أشوف الجزء ده أهو، وده هيبقى مختفي تحت أهو. السمك اللي هو مين بقى؟ السمك اللي هو تي واحد. بعد كده فوق خط وشرطتين، تحت خط وشرطتين، ويبقى خلاص تمام. يبقى ده بالنسبه لحرف الاي.
في بقى متفرع من الاي، في الاي زيها كمان. واحد يقول لي طب هميل الميل ده ازاي؟ هي الفكره في كده بقى، هميل الميل ده ازاي؟ خلي بالك عشان الميل ده له استندارات كتيره وكان فيه كلام كتير قوي. لكن بعض الناس يقول لك ايه، لو انا عندي مثلا الجزء ده وليكن 3 مللي اللي هو التي 1 التي 2، انا اعمل ايه؟ باجي في البورد ده انزل 2 اللي هو توتين الجزء ده، وبعد كده اسيب مسافه 1 وامشي لحد الاخر واوصل تاني. قال لك لو الجزء ده التي 2 ده مدوله 3 مللي، فانا بنزل 2 مللي اللي هو توتين وامشي كده لحد الاي اللي في النص، الجزء بتاع الاي في النص، وانزل مللي واوصل. يعني التلتين والتلت. ده رأي. في رأي تاني يقول لك لا، الميل ده بيبقى مثلا 1 إلى 10. اعمله بأي طريقة تعجبك، أو حسب ما المحاضرات عندك في جامعتك قايلين لك اعمله ازاي. واحد يقول لي بقى طب لما أجي أبص على المسقط الجانبي هيختلف؟ يعني هيبقى في خط هنا وهيبقى في خط هنا؟ لا، هو نفس المسقط اللي فوق بالظبط. ما بيختلفش عني غير في المسقط ده بس. إنما لا بيختلف في ده ولا بيختلف في ده. لاحظ إن ده وده زي بعض بالظبط. مفيش فيهم أي اختلاف خالص. بعد كده حرف السي منبثق من الاي. واحد يقول منبثق ازاي؟ اقطع الاي من النص بقت سي. طب وقرايه البعد بتاعها عباره عن اي في بي على تي 1 على 2، بس كاتب لك هنا ايه؟ سي مقلوبه، سي تشانل مقلوبه. يعني سي تشانل معدوله كده، مش سي كده، لا كده عامل لك سي كده، ده سي تشانل. وفي بعض الاحيان بعض الناس بتطلق عليه يو، لما تقلبه كده هتلاقيه يو، ممكن تقول عليه سي تشانل او يو تشانل، انت حر. تيجي للسي تشانل، قراية البعد الـ A هو البعد الرأسي، طب الـ B هو البعد الأفقي. واحد يقول لي ده اللي عندي البيك هنا كانت العرض كلها، أيوه ماشي، ما هنا برضه العرض كلها، لأن يعني يعتبر نص الأرض، فبالتالي هنا العرض كلها. والـ T1 هو سمك الجزء الرأسي، والـ T2 هو سمك الجزء الأفقي. يبقى خلاص، خلصت من السي تشانل. المسقط الجنبي بتاعها شبه المسقط الجنبي بتاع الأرض، بالظبط. طب المسقط الأفقي بتاعها؟ لا، في اختلاف بقى. هنا بقى بني مين؟ بني الخط اللي بره، والخط اللي جوه هو الوحيد اللي مختلف. يبقى ده بالنسبة لي حرف السي. في حرف الزد، زد اهو عبارة عن ايه؟ الاي مين اللي هو البعد الرأسي. البي بقى مين؟ البي مش البعد كله، يعني مش من اول هنا لحد هنا، لا ده هو عرض الحتة اللي فوق او عرض الحتة اللي تحت. يبقى بالتالي فوق بي او تحت بي. تي 1 هو سمك الجزء ده، تي 2 هو سمك الجزء ده زي ما هو. في مقطع كمان احنا ما رسمناهوش، بيبقى عبارة عن حرف تي. انسى الجزء اللي تحت ده، هو عبارة عن حرف تي وبنفس قرايه البورد كله، بس البورد الايه يبقى من فوق لحد هنا، مفيش الجزء ده طبعا. فده احنا ما رسمناهوش لانك هتلاقيه متكرر كتير. يبقى ده بالنسبه لي البورد والاي المايله والسي والزد والتي اللي احنا قلنا عليه. في بقى مقطعين تانيين اللي هو عباره عن سلندر خلاص او السيركولر اللي هو ده، عباره عن اسطوانه والطول بتاعها زي ما احنا عايزين. بعد كده الاسطوانه دي بيجي يكتب لك ايه؟ سي اتش اس، دي عبارة عن دي في التي، دي اللي هي الدايمتر القطر بتاعها بكام؟ والتي اللي هو السمك. لما تيجي تبص على المسقط الجانبي بتاع الاسطوانة عبارة عن مستطيل وفي جواه خطين مكتفيين بمقدار التوب الداخلي. طب وهنا؟ هيبان لك ان هو مقطوع خطه شرطتين، وكذلك نفس المسقط ده هنا. بالنسبة للريكتانجل تمام؟ الريكتانجل عبارة عن ايه؟ عبارة عن مستطيل مفرغ من جوه. يديك الـ A اللي هو السمك بالبعد الرأسي، الـ B اللي هو البعد الأفقي، الـ T اللي هو سمك الجسم، وكذلك لو قايل لك على T1 على T2 يبقى ده سمك ولا سمك تاني. يبقى ده بالنسبة للمقاطع دي، لو فهمت الشكل بتاعها بالظبط خلاص هتقدر تفهم. هل لما أرسم المقاطع دي هل أنا بقى خلصت؟ لا، في حاجة مهمة أوي، تظليل. تظليل برضه في رأيين، في واحد يقول لك لا ده أنا أظلل المقطع كله وأريح دماغي، في رأي تاني يقول لك إيه؟ لا ده أنا أظلل المقطع كله واسيب ملي من فوق وملي من الشمال، يعني زي ده كده بالظبط. جيم مظلل اهو، ساب ملي من فوق وساب ملي من الشمال. ده رأي وده رأي، انت حر. طب واحد يقول لي طب لما اجي اظلل هنا الاي اسيب ملي من فوق اهو واسيب ملي من الشمال، مفيش مشاكل، ظلل. بعد كده هنزل من هنا اسيب ملي شمال اهو واسيب ملي شمال اهو، واجي من هنا اسيب ملي فوق اهو وظلل. شوف انت عندك بيقول لك ايه في الجامعه بتاعتك تظلل ازاي، فعلى حسب ما بيقولوا لك ظلل كله خلاص ظلل كله، بيقولوا لك ظلل وسيب ملي فوق وملي شمال برضه اشتغل فيه. ده بالنسبه للتظليل. هننتقل دلوقتي لبرنامج السوليد وركس، نوري برضه على شكل المقاطع دي عشان نوضح الصوره بشكل اكتر. خلاص دلوقتي احنا على واجهه برنامج السوليد وركس، ده قدامنا البليت اهوت زي ما احنا شرحنا،
لو جينا بصينا على مسقطه، المسقط الرأسي مستطيل وكذلك المسقط الجانبي مفيش اي مشاكل، حتى لو جبت الطب هيبقى برضو مستطيل. لكن ما تنساش ان الخطوط بتاعة البداية والنهاية المفروض متقطعة، احنا هنا عندي ما بتبانش في البرنامج ده. بالنسبة لأول بارت، نيجي للبارت التاني اللي هو حرف ال. حرف ال اهو ده ال متساوي مفهوش اي كيرفات عادي خالص. فانا لو ظهرت الخطوط المختفية بالنسبة لي اهي، بصيت على المسقط الرأسي اهو، بصيت على المسقط الجانبي اهو، او ده بالنسبة لي ممكن يكون الرأس او الجانبي على حسب ما انت شغال. البعد الاكبر ده المسقط وليكن الرأسي بالنسبة لك اهو، وده القعدة. طبعا المسقط الجانبي التاني نفس الوضع بتاع المسقط الجانبي الاولاني. بص بقى على المسقط الخلفي، هتلاقي ان باين من هنا خط مختفي. تعال بقى بص على الطب، هيبان لك الحرف بتاع ال هنا اهوت، وده القعدة بتاعتك اهي. طب تعال اما نبص على البضم، ده الجزء بتاعي وده الحرف ده مختفي. ده اول نوع من انواع ال. في ممكن يكون في انواع تاني اللي هو عندك، وليكن مثلا هذا ال اهوت، ده كان مش متساوي للاتنين لكن ده متساوي للاتنين ونفس المساقط بتاعتنا. تعال اما نجيب ال تانية، ال ال دي بقى ركز معاها شوية، لانك لو جيت بصيت هنا كده هتلاقي ال فيها فلت من الناحية دي والجزء ده مايل، زي ما قلنا الملي بيبقى 1 إلى 10 او تلت وتلتين زي ما شرحنا في حرف الاي. طب لو جيت بصيت على المسقط الجانبي بتاعه او المسقط الرأسي زي ما هتسميه، وبصيت على الخطوط المختفية، مش هتلاقي برضه، هتلاقي نفس المسقط بالظبط التاني، يعني ما بيفرقش معاك في اي حاجة. ده بالنسبة لحرف ال. تعالى اما نمسك الحرف اللي بعده اللي هو ليكون حرف الاي، ده الاي سكشن اهو، عدل عادي ما فيهوش اي مشاكل. تعالى اما نظهر الخطوط المخفية، نبص على مسقط الوش ده اهو باين حرف الاي عادي ما فيهوش اي مشاكل. تعالى بص على المسقط الجانب الايمن اهوت، الجزء المستطيل اللي فوق والمستطيل اللي تحت والخطين دول زي ما قلنا بيبقوا خط وشرطتين، وكذلك بقية المسقطين مفهومش اي حاجة. تعال نبص على الطب، نظهر الخطوط المخفية بتاعتنا اهي، الخطين المختفيين هيبان لي الخطين بتوع حرف الاي، ده في حالة الاي اللي هي منتظمة. تعال نجيب الاي التانية الغير منتظمة، هتبص هتلاقي في الاي الغير منتظمة زي ما هو باين كده ان الجزء ده مايل. تعالى ما نظهر الخطوط المختفية ونبص عليه، دي الاي اللي هي مايلة اهي، دي مايلة. فاحنا قلنا يا اما بيبقى الميل 1 إلى 10، يا اما بتنزل التلتين المسافة هنا وبعد كده بتشد الخط هنا، ده التلت، بتنزل المسافة دي التلت وتعمل كيرف صغير يمين وشمال. طب تعالى بص كده على المسقط الجانبي بتاعها، زيه بالظبط زي اللي فات مفهوش اي مشاكل. طب تعالى نبص على الطب بتاعنا، زي التاني بالظبط مفهوش اي مشاكل، لكن اللي بيختلف المسقط في الوجه الاولاني اللي احنا شفناه سوا. طب تعال نشوف السي، سي تشانل اهي، ادي السي تشانل قدامي اهي، دي سي مستقيمة ما فيهاش اي مشاكل. لو ظهرت الخطوط المختفية بتاعتها عشان تشوف المساقط، ده المسقط الاولاني وده المسقط التاني شبه الاي بالظبط. طب تعالى بقى بص على الطب، هتبص هتلاقي الطب هيبقى فيه اختلاف، هتلاقي عندك ده خط والخط التاني بقى مختفي، خلاص الاي كان فيها خطين مختفيين، لا دلوقتي ده خط ظاهر اللي هو النهاية بتاعتي وده الخط ده مختفي. ده بالنسبة للطب. تعالى بقى شوف نفس البارت بس الغير منتظم، هتلاقي شبه الاي بالظبط اللي احنا لسه متكلمين عليه اهو، مش لازم بقى نظهر خطوط مخفية لانها هنلاقيها ونفس المساقط بتاعة اللي فات بالظبط اهي، فيها الجزء ده مايل. ده بالنسبة للبارت ده. تعالى بالنسبة للتي، التي بالظبط زي الاي، في عندك برضو نوعين من التي اهو، تي منتظمة وتي غير منتظم. التي الغير منتظمة اهي شبه الاي بالظبط، تعال برضه ظهر خط المختفي. تعالى بقى نشوف المسقط الجانبي عشان نشوف الاختلاف، تلاقي اختلاف بسيط خالص ان انت عندك الجزء بتاع القعدة اتشال اللي هو الرجل بتاع القعدة فبقى التي. ده بالنسبة للتي. فاضل عندي السلندر اهي، كده فاضل عندي السلندر اهيات. تمام، بعد كده اظهر الخطوط المختفية، بص على المسقط الرأسي
هذا هو أول مسقط، بص على مسقط تاني، هذا المسقط تاني، بص على الطب اهوت. يبقى انت كده شفت الثلاث مساقط. تعالى اما نظهر نجيب اخر بارت بقى خالص، هو ريكتانجولر اهو بالنسبة لي. تعالى كده اظهر المختفي، بص على المسقط الاولاني اهو باين لك المربعين اللي في قلب بعض، بص على المسقط التاني اهو ده بالنسبة للمختفي، وكذلك الطب والبضم زيه بالظبط، مفهومش اي مشاكل. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، نتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير له، وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.